حول موضوع الإضرابات الإيرانية. معنا من الرياض السيد عايد الشمري. سيد شمري، ما هو تعليقك بخصوص التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية تجاه المتظاهرين والتصريح بشكل علني عن قمعهم وأزرائهم؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي تلفزيون البحرين. أولا، هذا التصريح ليس هو التصريح الأول بتهديد الشعب الإيراني بقمعه وبالتنكيل به، فهذه التصريحات هي اعتدنا عليها من المسؤولين الإيرانيين ضد نظامهم، ولكن كل هذه التصريحات والتهديدات سواء من هذا المسؤول أو من ضباط الحرس الثوري أو من مسؤولي وزارة الداخلية لم تثني الشعب الإيراني من المطالبة بحقوقه والخروج. الإضرابات في سائر الحافلات في يومها الخامس ولم يستجيبوا لنداءات الحكومة. أيضا اليوم كانت هناك جنازة لأحد المخرجين الإيرانيين تحولت بشكل تلقائي إلى مظاهرات ضد النظام الإيراني، وهتفوا الموت للديكتاتور، يقصدون المرشد الأعلى علي خامنئي. فالشعب الإيراني تجاوز كل هذه التهديدات. هناك يوميا شبه مظاهرات، شبه وقفات. الآن هذه المظاهرات سيد عايد هي ممتدة من ديسمبر الماضي ولغاية الآن وسوف تستمر. باعتقادك، هل هذه المظاهرات، هذه الاحتجاجات المستمرة ضد النظام الإيراني في مختلف المناطق الإيرانية، تتوقع ستحقق أهدافها في القريب العاجل؟ النظام الإيراني يعني تصرف بطريقة لم نتوقعها. هو لم يتدخل بشكل عنيف وقوي لجم هذه المظاهرات. كلنا رأينا بداية هذه السنة استمرت في تقريبا 3 أسابيع متتالية. الشعب هناك يعني لعبة يمارسها النظام الإيراني، مرة يهدد ومرة يلبي رغبات هذه. نعم. إذا من الرياض الأستاذ عايد الشمري الصحفي المختص بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك.